الحقيقة دورة إعداد الممثل مثل ما تفضلتي هي دورة بإشراف شركة نغم ساوند برودكشن، وأنا من المشرفين على الدورة يعني، ومدرس مادة إعداد الممثل، بالإضافة إلى شيء له علاقة بالعمل على الممثل وأدواته وتفاصيله وشغله يعني. وفي عدة أساتذة بالدورة يشكروا. الدورة جميلة جدا، وشايفة أنت تعداد كتير حلو، وإن شاء الله نقدر نخدمهم ونقدر نحن نوصلهم للشي اللي هن بيطمحوا له والشي اللي هن بيحبوه. هلا نحن بنقدم كل شي عنا، نحن والأساتذة الموجودين بنقدم كل شي بنقدر عليه للطالب، بس هو الموضوع بقى الطالب وشغله على حاله هو وشغله على تفاصيله هو والموهبة اللي موجودة عنده، هل يستطيع أنه يصل أو أنه يعني. هذا أنا برأيي الموضوع الأساسي متعلق بموهبة هذا الدارس، بموهبة الطالب، إذا كان هو موهوب وإذا كان هو مهتم، إذا كان هو اشتغل على حاله أكيد إن شاء الله بيوصله وبيصير يعني. نحن مجرد أنه عم نفتح طريق مو أكتر. وطبعا مهنة التمثيل مهنة فيها موهبة من رب العالمين قبل كل شيء، لا شك أنه كل الطلاب اللي عم يتعلموا التمثيل هلأ بهالدورة كله عندهم طموح وعندهم إصرار وعندهم يعني حابين يعملوا شيء بحياتهم القادمة. وبرجع بقول لك أنه الموهبة هي الأساس، ولا شك أنه كمان المقيم على هاي الدورة هو جدير بهيك دورة يقدمها، بيعلم الطلاب بشكل ممتاز ممتاز. بيبقى بقى التوفيق من الله، ومنهم هن ينتبهوا ويتعلموا منيح وينتبهوا على حالهم ويتدربوا منيح. وفي في خامات، في 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 شيء شي جميل بعض الطلاب قدموها، في شيء جميل ايه. بعضهم كان خجلان، انا بعتبر الخجل هو شوي هيك يكسر الممثل الخجل، لازم ما فيكم في خجل. انا قدمت نصيحه انه ونسيت اقول لهم لا تخجلوا من الكاميرا يعني، نسيت اقول لهم. بتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وربي يوفقهم، وكلهم وجوه ما شاء الله عليهم شابه وطموحه، والله يوفقهم الله يوفقهم. أنا كتير مبسوطة أني موجودة معهم بالعمل المسرحي بهي الوركشوب فينا نسميها، كمدربة لياقة وليونة ورقص وشوية شوية مساعدة بالمشاهد. هلأ في أكيد صعوبة، بس اللي عم بيغطي عليها حبهم للمسرح وشغفهم بأنهم يصيروا فنانين على هي الخشبة. ومن ناحية الليونة أكيد في معاناة كتير كبيرة، لأنه خصوصي بهذا الجو برد، فمع الحركة هيك شوي عم يرجعوا يتنشطوا وعم بيصير عنده الليونة، وإن شاء الله يا رب هيك بيطلع معهم شيء كتير حلو. هلأ هي المهنة بالذات بدها كتير كتير شغل، الواحد يعني ما لازم يحط كل تعبه بس بمكان واحد، لازم كمان بالبيت يشتغل على حاله بالطريق، يعني شغف بيربوه على طول كل يوم كل يوم. يعني هون رح نفيدهم أكتر بأنه نقوي لهم شخصيتهم ونعطيهم الأساسيات، وهن عاد حسب قدي عندهم طاقة لمنه يتحملوا. هو المسرح مو سهل أبدا، بس على اللي بيحبه بيحب هاي الصعوبة.